السلام عليكم، هذا الفيديو خاص لصفحة اليوفنتوس. معاكم محامية عاشة عبد اللطيف. اليوم راح أتكلم عن الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها. الجرائم الإلكترونية هي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن لي من خلال حاسوب أو شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال، وتشمل هذه الجرائم القرصنة الإلكترونية واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والفيروسات والشائعات والاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية وائتمانية وغيرها. وفي ظل انتشار الجريمة الإلكترونية وتطورها بتطور الأجهزة الإلكترونية والتقنيات الحديثة، فإن الكثير من دول العالم تعمل على مكافحة هذه الجرائم من خلال سن التشريعات القانونية اللازمة لحماية المجتمع وأفراده منها. ونظراً لما تشكل هذه الجرائم من خطر على المجتمع البحريني، فقد صدر عن جلالة الملك المفدى قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم إلكترونية، وعرف هذا القانون ما هي الجرائم الإلكترونية وأنواعها ووضع العقوبات على مرتكبيها. ولحماية نفسك من الوقوع في الجريمة الإلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني، كن متيقظاً لعمليات الاحتيال عندما تتعامل مع اتصالات عبر الهاتف أو رسائل إلكترونية أو رسائل نصية أو أي تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. اعرف دائماً مع من أنت تتعامل، ولا تفتح نصوصاً أو روابط أو رسائل إلكترونية مشبوهة ومجهولة المصدر. حافظ على أجهزة هاتفك والكمبيوتر الخاص بك بشكل آمن من خلال اختيارك بعناية كلمات السر الخاصة بك، واحذر من أي طلبات تتعلق بتفاصيلك أو تفاصيل مالك أو حسابك المصرفي، وكن حذراً عندما تتسوق على الإنترنت، ودائماً تسوق في المواقع المعروفة والتي تثق بها. أتمنى أن أنت استفدت ودمتم بخير.